سريعا دلوقتي هنروح للأردن ومتابعة لفعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون. هذا المهرجان اللي احنا بنفخر به كعرب الحقيقة، بيعتبر ملتقى للتبادل الثقافي والفكري، فيه عدد كبير جدا من الفعاليات. والجميل في الموضوع ان المهرجان اول ما قرر وفكروا ان هم يختاروا ضيف شرف كانت مصر هي الاقرب اختيارها كضيف شرف في هذه النسخه. طبعا كانت الاردن ضيف شرف في معرض القاهره الدولي للكتاب في هذه النسخه، حاله من التقارب الفكري واللي معروف والناس كلها عارفاه ان الشعب الاردني بيحب مصر جدا وبيعشق الثقافه المصريه وبيعشق الفن المصري كمان. طبعا احنا في المنطقه العربيه عندنا كمان مهرجان قرطاج وبنعتز بيهم كعرب. ليه؟ لان ده بيثبت بان العرب رائدين في الكثير من المجالات، في الفن، في الثقافة، في الأدب وخلافه. النهاردة احنا كمان دلوقتي معانا زميلتنا الأستاذة شفكي المنيري. يا شفكي مساء الفل. مساء الفل عليك يا شاذلي، واخبارك ايه؟ انا تمام وزي الفل. انا بكلمك احنا هنا موجودين في جرش. انا مبسوط بقى النهارده عشان حاجه بقى، يعني امبارح احنا رحنا في مكان عشان الناس تسمعنا وده شيء كويس جدا، لكن احنا عايزين ندخل بقى في الاجواء. صحيح طبعا. بص الاجواء، انا موجوده في جرش في منطقه المسرح الجنوبي، لو انت شايف كده وزميلنا عبد الغفار هيوريك تحت هنا، دي الساحه. الساحه دي اللي بيحصل فيها الفرق البدويه والعربيه الاردنيه والتراث بتغني، وطبعا دول دلوقتي بيغنوا. هي منطقه جرش كلها حفلات الساحه، وفي جنبي هنا المسرح الجنوبي والمسرح الشمالي على بعد، بس كله في نفس المنطقة. زي ما انت شايف كده معايا كمان يا شاذلي، كل الأنوار اللي انت شايفها دي أنوار بيوت أهل جرش، فزي ما انت شايفها كده منورة، وأهل جرش كلهم تحس ان هم في حالة عرس زي ما بيقولوا، وفي حالة فرح كبيرة جدا. عظيم. بيشاركوا النهاردة في فعاليات ايه؟ انا معاك. النهارده في فعاليات، اولا المسرح الجنوبي جنبي بعد شويه صغيرين جدا هتستعد المطربه اللبنانيه نجوى كرم، هتكون موجوده ويعني خلاص يعني يمكن وقت قليل قوي، في خلال ربع ساعه تكون موجوده. من خلفي هنا في زي فرق تراثيه واغاني بدويه موجوده، وزي ما انت شايف الساحه مليانه، وكمان مطربتنا الجميله المصريه مروه ناجي كانت بتعمل بروفا هنا الظهر، وكانت بتعمل فوتو سيشن. مروة قررت انها تيجي وتتصور جنب الاثار والحضارة، ودي كانت فرصة. معرفش لو انتوا اخدتوا الصور وبتحطوها دلوقتي على الشاشة، ومروة كانت بتعمل تصوير واحنا حاولنا برضو نشوف هي بتعمل ايه.